عشان كده النادي الاهلي دايما بيكون حريص في ذكرى انتصارات اكتوبر انه يقيم احتفالات بهذا الحدث العظيم ويكرم من خلاله ابطالنا، ابطال الفخر والعزه، ابطال اكتوبر، يعني الى جانب تكريم طبعا اسر الشهداء اللي ضحوا بدمهم من اجل مصر. ودايما كابتن محمود الخطيب اثناء الاحتفالات، احتفالات اكتوبر او اثناء انطلاق اي مشروع تنموي عموما، بيقول دايما ان النادي الاهلي جزء لا يتجزا من مصرنا العزيزه، احنا مؤسسه وطنيه وعلينا دايما ان احنا نعرف او نعرف الاجيال الحاليه والاجيال المستقبليه ضروره ان يكونوا فخر وقدوه في وطنهم في مختلف المجالات. وطبعا ده كلام محترم جدا.